يوم جديد وبيت جديد وسوا رح نشوف هالتحفة المعمارية الحديثة يلي هي بسنتر بيفرلي هيلز. رح رافقكم بصوتي، معكم نور عقارية عايشة بلوس أنجلوس، بصور لزبايني ومتابعيني أجدد اللكجوري هومز. واليوم رح نشوف مع بعض تحفة معمارية حديثة بتشبه وبتناسب نمط الحياة بكاليفورنيا. البيت هو 5 غرف نوم و5 حمامات، مجهز بالكامل لاستقبال عيلة بتحب تكون up to date وتعيش بمودرن لاكجوري هوم. الجدران زجاجية والبواب فليتوود ليخلقوا من البيت مساحة من السحر لجذب ضوء الشمس والطاقة الإيجابية وحرية بالتنقل بالبيت. أما المطبخ فهو مستعد لاستقبال الشيف المفضل عندكم ومجهز بأفضل أنواع المعدات وأفخم أنواع الخشب للخزاين ومطل مباشرة على الباكيارد. نطلع على الطابق الثاني ومنلاقي لارج ماستر بيدروم وثري بيدرومز مع حمام. بالفعل أكثر شيء بنلاحظه بالبيت قديش هو مودرن، قديش هو مصمم لحتى يكون مودرن هاوس. نحن هلأ بالماستر روم يلي عن جد كتير حلوة، كتير حبيتها، very comfortable وهادية، وكمان إلى برايفت بالكوني بياخدنا ومطل على المسبح. أما حمام الماستر بيدروم فهو حكاية تانية من الرقي والأكابرية. الأرض ماربل والحمام غني بمسكات باللون الذهبي، وفي عنا walking closet فخمة ومصممة بأفضل أنواع الخشب والLED lights. بالرغم من لوكيشن البيت ووجوده بقلب المدينة إلا أنه منعزل عن أصوات السيارات، والنومة فيه جدا مريحة بسبب إطلالة الشمس للبيت من الجهات الأربعة. غير الماستر روم والحمام اللي شفناه، عم نشوف 3 غرف نوم مع 3 حمامات كاملين. وكتير حبيت هالبرايفت بالكوني بهالغرفة، شوفوا كيف مطلة على الشارع. سر جمال هذا البيت باللوكيشن، نحنا اكزاكتلي بعاد 10 دقايق عن مركز بيفرلي التجاري، عن المطاعم، عن اماكن السهر، عن الفخامة واللكجري لايف ببيفرلي هيلز. هذا البيت اكزاكتلي بعيد 10 minutes عن مشفى سايدر الشهير وشارع ميلروز يلي فيه اشهر متاجر التسوق. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن هذا البيت أو تاخدوا موعد لحتى تشوفوا حكوني، وأنا بكون معكم خطوة بخطوة. كانت معكم نور وبشوفكم قريباً ببيت جديد. سلام.